أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يصل الطقس حار نسبيا خلال فترة الإفطار، 31 درجة مئوية كحرارة خلال هذه الفترة، 29 الملموس، الرطوبة 34% والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس حار في إربد 37 إلى 24، المفرق 36 إلى 23، جرش 34 إلى 25، وعجلون 34 إلى 24. المنطقة الوسطى، العاصمة عمان 35 إلى 26، الزرقاء 36 إلى 24، البلقاء 36 إلى 29، مأدبة 36 إلى 26، والبحر الميت 40 إلى 29. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون فرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار الرعدية في الطفيلة 31 إلى 24، الشروق 29 إلى 22، معان 31 إلى 20، العقبة 38 إلى 28، والكرك طقس غائم جزئي 31 إلى 25. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، أيضا أجواء حارة في الصفاوي 38 إلى 21، الأزرق 38 إلى 25، ورويشد 35 إلى 20. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.